عودك الانتخابية في هذا المحور، ونذكروا مرة أخرى أن المجال مفتوح لكم للتناظر، أنكم تسألوا بعضكم، أنكم تتفاعلوا مع بعضكم. تفضل سيد قيس. كما قلت يعني ليست بالوعود التقليدي، يعني أحمل أمانة وأحمل رسالة. على الأقل في المرحلة الأولى كما قلت الدولة يجب أن تسترجع دورها الاجتماعي، لأن المسألة الصحة ليست بضاعة، التعليم ليس بضاعة، الضمان الاجتماعي ليس بضاعة أيضا أو أسهم في شركة تجارية، هذه من حقوق الإنسان. يعني بعض الأشخاص منذ قليل نتحدث عن الأطفال سرقوا منهم حتى الحلم، يعني صار الانتحار في العلاء عند الأطفال. تصور أنت طفل ينتحر، الشباب اليوم على وشك الانفجار، معنا حتى الشغل يأخذ 350 دينار، وكالنار طفلة شابة تخدم ب 350 دينار، الخمسة غير درج وقت توفى ثلاثة شهر ينهي العقد، إيه أخرتها الحالة هذه؟ معنا شباب رو مثقف وشباب واعي وشباب يعرف شنو اللي يحب، معنا الشعب التونسي يعرف كي قلت الشعب يريد، رو الشعب يعرف شنو اللي يحب، يعرف شنية أنت أعطيه الآليات القانونية اللي تمكنه، الآليات القانونية تحدث عنها بطريقة الانتخاب وماش طريقة متاع الفوضى. اليوم شوف باش نوريك الشعب قداش واعي، اليوم اللي جاء شاب على الأقدام من مدنين إلى تونس قال ركب في السيارة فقط من سوسة إلى بركة الساحل، بالصدق نتاعو شاب عادل وحي بالمناسبة، قال باش ما القاتل قال كان باش نكمل غدوة باش نخلط راهو وقت الصمت الانتخابي. شوف الوعي نتاع الشباب وقدرتهم على التصور، يعني قلت انظروا إلى قدميه بالدم والألم ولكن على الأقدام جاءني إلى المقر، يعرف ماذا يريد وتحدث إلى الصحافة وبهت الصحفيون من الخارج في الخطاب الذي ألقاه، يعني يعرفوا ماذا يريدون لأنه مكن. ماذا شنو علاقة هذا بوعودكم الانتخابية في هذا المقر؟ هي مش قضية وعود، ما هذه المشكلة، ما أنا باش نقول له راهو باش نعطيك، ما هو قال لك ما عادش نحب أنا باش تقول لي نعطيك، أنا صاحب الشأن نحب نصنع مشروع التنمية المحلية. لا ولكن سي قيس واحد يتقدم المنصب كيما رئيس الجمهورية يسمع عنده برنامج، ما يجمش يقول أنا برنامجي الوحيد نسمع للشعب كي هما البرنامج اللي يجيبوا بيه احنا ناخذوه نعملوا شوية انتخابات. لا هذا مش معقول، راهو احنا في بلاد في أزمة كبيرة ياسر، نحن رانا شادين بشعرة البلاد هذه، كيفاش نعاودوا كل شيء، نوقفوا اللي عنا كل شيء، نوقفوا لا لا لحظه فقط، انا قلت الوعود ما نستنبطهاش انا من نفسي، معنا نستمع لهؤلاء لمقترحاتهم على الاقل في الفتره الاولى، فما مؤسسة دوله ثم دستور ثم قوانين لابد من احترام كل هذا، يعني لا مجال للقول بان هناك مس بالدستور، النص الدستوري واضح. اي ولكن توا فما احزاب، احنا فما احزاب عندها برامج، هي اللي باش تطبق برامجها، احنا كرئيس جمهوريه احنا اما عندنا نجموا معناتها نتفاهموا مع الاحزاب الموجوده باش نجموا نعملوا مبادرات تشريعيه، ولكن ما نجموش كان الاحزاب يقول لنا لا سامحني يتحملوا المسؤوليه السياسيه نتاعهم. اي ولكن ما شنو باش نعملوا احنا، واش نشيل الجمهوريه؟ انا بشيل رئاسه الجمهوريه لاني احمل امانه هؤلاء الشباب يعني ترتقي ارادتهم الى مستوى القرار، يعني هذا يتطلب تعديل للدستور، لا تطلب ايضا تقديم جمله من المبادرات التشريعيه التي على الاقل في هذه المرحله التي تستجيب لمطالب وانتظارات الشباب. القضيه سي نبيل راهي قضيه ماهيش تتعلق ببيع الاوهام، انا نقول لهم انتم مش تحبوا، انتم ما انتش تحبوا، انا نمكنكم من الاليات القانونيه. هما ما بالكش ما يعرفوش يحبوا، هما يحلموا ينجموا يقولوا نحبوا نحن القمره، مانيش نجموا نعطيوها لهم القمره، فهمت شنو قيس؟ وفما حاجه اخرى زاد ما يقولوش راهو القمره، هو قال لك هاو المشروع نتاعتي، هو مقدمين مشاريع. وين علاش نقول لك حاجه اخرى؟ تعديل الدستور احنا تعاركنا خمس سنين وعامين من قبل باش نخلطوا للدستور هذا باش نعملوا توافقات سياسيه، اليوم المرحله والعهده الجايه عهدة اجتماعية اقتصادية، ماهيش تاع تعديل الدستور وتعاودوا نرجعوا في مشاكل خاطر نمسوا حاجة من الدستور باش تولي العباد الكل. لا مش كل قضية في تعديل الدستور، القضية شوف رانا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ. تو في 14 جانفي فماش قيادة نتاع حزب، الحديث يطول يعني في المرحلة وعديد المفاهيم في حاجة إلى إعادة تعريف، وهي الدساتير راهي من أجمل الدساتير في بلادنا العربية، من أجمل الدساتير.
وتطلق الشماريخ واحتفاء بالدساتير، ولكن توضع هذه الدساتير على المقاس كالحذاء أو على كالرداء، وثم تعدل بعد ذلك على المقاس حسب إرادة الحاكم الجديد. الدستور الحقيقي للشعب التونسي هو الذي خطه الشباب على الجدران، الذي خرج من حناجرهم. يعني هذا الدستور قالوا نحب نعيش كيفكم، هو فيها شي علم، قالوا نحب نعيش كيفكم في القصرين، الأولاد كتبين على الحيط قالوا نحب نعيش كيفكم. الدستور لا بالله لحظة سنبيل، إيش قالوا هم؟ قالوا نحب نعيش كيفكم، ما طلبوش القمرة راو، قالوا ما طلبوا أن نعيشوا حياة كريم. صحيح. يعني قال ولكن الدستور مكن هذا الكل، أما هو تطبيق الدستور اللي مش قاعد، تطبيق الدستور هو اللي مش قاعد نعمله فيه. نحن دستورنا شباب ياسر حلو، كان جينا نطبقوا في الدستور تاعنا نقولوا الناس ما فماش دستور مش شباب. سامحني سامحني في الكلمة، كان نقولوا تونسي عنده حق في الماء في الدستور. أي. هكا ولا لا؟ اي تونسي هاو ولا يتعاركوا على قلت ماء 300,000 تونسي ما عندهمش اليوم ما يشربش. أي. اليوم اي ما على قلت ماء دونك في الدستور موجود اما التطبيق تاعو مش موجود. دونك احنا لازمنا نكونوا عمليين ونطبقوا شنو اللي في الدستور. هذا هو اسهل من نبدلوا الدستور. لا لا القضيه عمليه تاعو الدساتير ما تلقى فيها كل شيء. راهو الدساتير حط دستور 59 تاعو تهبط شي غدوه الكونغرس وتهبط البيت الأبيض في كرتاج ولا تهبط الوزارة الأولى من لندن إلى القصبة في ظل الفكر السياسي هذا القديم البالي لن يتغير أي شيء. ما رجيب الكونغرس الأمريكي والمؤسسات ما هو مرة واحد قال هاو عنا الدستور السياسي هاو حلو ياسر. المشكل في الفكر السياسي، إذا كان هو الفكر السياسي صار متخلف اليوم أمام الفكر السياسي الجديد للشعب التونسي. هذه القضية، يعني القضية نصوص وما أكثر نصوصنا وما أجمل نصوصنا وكل الاتفاقيات الدولية صدقنا عليها. إيه وين هي؟ 20 ثانية. المشكل إيه مش ولكن الأحزاب اليوم والناس اللي موجودة في البرلمان اختارت النظام هذايا، واليوم قديش يلزمنا من البرلماني باش نجموا نبدلوا بند في الدستور. لا يلزم قضية الثلثين ومعقدة. كيفاش نعملوها؟ أما كل واحد هم مش متفاهمين في بعضهم. هي قضية الاقتراع على القائمات هذه. مانا كما قال لامارتين السكرتان دو لونت دو لانتريك. صحيح ولكن هذا هو واقعنا. لا 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 هذا هو واقعنا. لازمنا نتعاملوا مع واقعنا. ما عادش مسؤول امام المواطن، وكان جاء مسؤول امام المواطن بالفعل اما يحاسبه في الاثناء يقول له شو عملت يا سي فلان اللي اعطيناك الثقه. هو كي يرجع حتى للمنطقه إيه ولكن عمليا هذا مش موجود في تونس. شكرا لكم على هذا التفاعل ونمر الى محور اخر.